واحدة ثلاثة ومعي وين رولاك؟ لا كنت كان يقول كم كان شاب فادية في السيطول ايه ده انا متحق وشاب الزيطول ها طلع كان عم الزيطول طلقة فهمت متحق عنده مشكلة زمان ايه ده ايه مشكلة زمان كان جو قتل عمل زي ما حتى حتى مشكلة ثلاثة وتمشي لها ثلاثة بس عليها قول لي غايب وصل قول لي غايب وصل هكا ولا لا؟ هو مش عايز لا 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 ولا صح ها هو غايب يقول دي لا تقول لي غايب لا لا غايب ها شفته غايب راهو الناس تخلص بالمال العمومي راهو يخلص بالمال العمومي يعني يخلص بالفلوس تاع العباد لا لا شيء كبير لا شيء من ضبط انا شفت الانضباط انا شفت الضوء العشاء حضروا اليوم حضروا اليوم اه انا شفت الانضباط هاك شفت كان كل نهار يخدم متر مربع
ما هذا مش خطا تسرع ونفهم ممكن احنا ليش ما كان العام شنو ما جاش وينه ما جاش شيء غريب وكلهم مرضى العام شيء شيء انا دايخ من عندي 10000 شوف كلهم مرضى في الضربه 15000 مريض 36 سنه خدمه فهمت يا شيخ منو استفزنا ما حقه باش يخدم عامل عينه ما جابش راهو شوف اللي يخدم مرته حلت الاقسام مرته عليه مرته حلت الاقسام مش دخلها هي مرته حلت الاقسام انت سامحني سيد المدير مرته مش دخلها تخدم عنده في التربيه لو رجعناش للعهد العباسي مش دخلها مرته موظف وزاره التربيه كده مرته هذه كي تطيح على حجره هذه بقى السوري يا عم Thank you.